السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ اشنو اخباركم؟ اليوم جيت نقدم لكم واحد التحليه بالجزر وبسكويت وكتجي هائله البنات، نتمنى انكم تجربوها. وانها تحليه رائعه، تبعوني للاخير باش تشوفوها. كتجي هائله كي كتشوفوا، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف، بارده، تحليه بارده وهائله، كتجي رائعه، بحال تجي بحال لاموس، بحال شي حلوه تاع الكريم، كتجي فنه. كتشوفوا كيفاش تجي، كتجي هائله. نتمنى انها تعجبكم. هاد التحليه راها بارده وبالخيز زو، تعجب الوليدات، تعجب الناس الكبار، تعجب كاع الفئات. انها واحد التحليه زوينه بزاف، نتمنى انكم تشاهدوني للاخير وتجربوها. وتجربوها راها حلوه واعره وفنه. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنشكركم على اللايك وعلى المشاهده، وكنشكركم كاع الناس اللي دعموني في القناه ديالي. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكاع المتابعين ديال وصفات سميرة البسيطة، كنشكركم بواحد بواحد. وكنشكر الناس اللي كيدعموني والناس اللي واقفين معايا، كنشكركم بزاف بزاف. ونتمنى انها التحلية اللي درت معكم اليوم انها تعجبكم. وكنشكر الناس اللي وصحاباتي وكاع الناس اللي واقفين معايا، كنشكرهم بزاف بزاف، وشكرا لكم بزاف بزاف. ونقدم التحية ديالتي لصحابي اللي قالوا لي قدمي لنا التحية من القناة ديالك. اختي ملك من الجزائر، تحية ليك وشكرا ليك. وكنقدم لك هاد التحلية، كنقدمها لك الحبيبة تاعتي. وصبحي تهو كنقدم لها التحلية، وكاع الناس اللي واقفين معايا، وكاع صحاباتي، وكاع البنات اللي معنا في الجروب، كهما كنشكرهم بزاف بزاف. والناس الجداد، الناس القدام تاع وصفات سميرة البسيطة، كنتمنى انكم تدعموني وتشاركوا معايا كاع هاد الوصفات اللي كندير معكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، وراه بلا بكم انا راه ما غتنجحش القناة تاعتي. وشكرا لكم بزاف. دابا نبدا معكم الوصفة على بركة هاد الحلوة، على بركة الله. عندنا البنات هنايا، عندنا البنات هنا مايزينا، واحد فانيلا، عندنا كاس تاع الماء، عندي عصير حامض، عندي قشور الليمونه محكوكو، عندي بسكوي، بسكوي على حسب اللي عندكم نتوما ديرو. وعندي هنا كيلو تاع خبزه، نقش حيت ليه الجلده ديالته وقطعته دوائر ديالو بحال هكا، وعرضو يتسلق باش تشوفوا معايا التحليه كيفاش. تابعوني البنات كيف شفتوا معايا دابا هاد خيزو، هو راه سلقناه سلق. دابا ندوزو نطحنو البنات. انا نضيف دابا الجزر اللي عندي، ماشي مشكل. البنات غنطحنو دابا البنات، خلينا فيه واحد شويه تاع الماء الجزر، شويه تاع الماء. دابا غنبداو نطحنوه على بركه الله. صافي كي تشوفوا معايا البنات، دابا راه طحنت هذا، كيبقى ثقيل ثقيل، واخا يجيكم نتوما ثقيل ثقيل، عطيتو لنا نيكس ضربه ضربه باش يطحن ليك. دابا البنات غنبداو على بركه الله، ثاني نديرو مايزينا مع كاس تاع الماء، هي كتشوفو معايا البنات درت الماء. دابا ندير واحد جوج معالق ديال المايزينا. البنات عاد ديروه في ماء بارد، على حسب الا مشينا تدرنا فوق البوطا عاد تكركم لينا المايزينا، دير دوك الكويرات احسن ديروها في ماء بارد، تضربوها مزيان تتحل. شحال معلقة تاع مزينة درتي؟ درت جوج، نزلتي وحدة، نزلتي وحدة. زدنا معلقة كي شفتو، زدنا معلقة أخرى تاع مزينة. كيما كيعرفش مزينة راه هي تاع الدورة، تاع الدورة. كيما
يا بنات. دابا غنزيد سنيده على هاد المارينا ونزيد عصير حامضه شويه قشور ديال هما قشور ديال الليمون عفوا دايخه دايخه قشور الليمون نزيد عليها فانيلا كيف ما يلا درنا كاع المكونات درنا قشور ليمون درنا قشور ليمون درنا عصير تاع حامض والمكونات حركوا مزيان العصير تاع مزيان دابا نبداو على بركة الله انا رد داك الجزر ديالي على الضو في ديك الجميله فاش كنتني سلقتها شوفوا معايا البنات دابا البنات بحال هكا يبقى خزو ديالكم داير بحال هكا معنا البنات دابا حيت خلطنا داك المكونات اللي عندنا مايزينا وسنيده وداكشي اللي عندنا غنضيفو على هاد خزو نضيفو على خزو دابا عندنا غنديروه فوق البوطه كتبقاو ما تقفلوش عليه تبقاو تحركوا بقاي تحركوا حتى يبقى نحركوا حتى تحسوا بحال الكريمه بقى نحرك بالنافقه هذا هذا يكون حلو تبقى يدير دوك الفقاعات نحيدو البنات راه كنجي هاد التحليه هائله زوينه بزاف نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم شوفوا معايا البنات دابا شوفوا دابا نبداو نديرو هاد الكريمه كتشوفوا كي كتجي شوف بحال هكا على بولش البسكويت اللي عندنا اي مول عندكم البنات ماشي ضروري يكون هذا الشكل ندير الطبقه الاخرى دابا كتشوفو معايا البنات درت هاد الطبقه الثالثه دابا ندير عليها الكريمه اللي بقات عندي هادي زوينه البنات كتجي هائله ما كتحسوش بالمذاق كاع ديال الخزو ما كتعرفوش اش من مذاق مع اللب ديال الليمون وديال العصير ديال الحامض وفانيلا ما كتحسوش بالمذاق كاع ديال الخزو كتاكلو كتقول ما كت يعني زوينه زوينه وزوينه الوليدات اللي كي بحال كما كيبغيو شنو الخضار وما عارفين الخزو كي يناسب الوليدات ياكلوه نتمنى تعجبكم دابا غندخلوها للمجمد
واحد شويه ولا الثلاجه تقبض شويه راسها. بعد نوريها لكم كما كتشوفوا البنات. من بعد ما كملنا الزواق ديالنا عندي هنايا كاوكاو باش ما حبيتو، انا دايره هنا كاوكاو باش ما حبيتو تزوقوا زوقوا. كما كتشوفوا نحط شويه هنا على حسب الذوق ديالكم اللي بغيتو نتوما. الواحد باش ما بغى يزوق يزوق. التحليه كتجي رائعه رائعه، كتعجبني انا وكيعجبوها ولادي. زوينه للوليدات وكتعجب الوليدات بزاف، كتحمق الوليدات كما كتشوفوا. الزوق على حسب الذوق، كل واحد شنو كيحب. انا حطيت هنا كاوكاو طحنتو. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، وهذا الاخير ديال الطبق ديالنا ديال التحليه ديالنا، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا للاصدقاء ديالي كلشي، وشكرا لكم بزاف.